احنا في سي بي ار اي شايفين انه في تراجع بالنسبه للايجارات ونقاط البيع، واحنا بنشوف انه في طلقه في عرض زياده جاي على السوق، بس احنا بنشوف انه في المدى المتوسط الى البعيد الزمان رح تتعافى هذه الامور وحيصير في تحسن ايجابي في اداء الوحدات السكنيه. خلينا نقول فاحنا بنشوف انه في كل هذا الدعم الحكومي اللي جاي على دبي وعلى الامارات الاخرى، مثلا الدعم الاقتصادي التي اعلنت عنها حكومه ابو ظبي الايكونوميك ستيمولس ب 50 مليار درهم، هذا حيساعد بشانه على القطاع العقاري والقطاعات الاخرى في الامارات بشكل تام. فزي ما عم نشوف في سيتي سكيب هناك عرض لسه جاي على السوق، فبنتوقع انه يستمر هذا المعروض بالضبط رح يصير في، بس هذا في الفترة الزمنية المحدودة، أما في الفترة البعيدة الزمن رح نشوف إنه الطلب ممكن البريدج يعني بين الطلب والعرض يمكن يضيق شوي، فهذا بالسبب إلى تحسن الوضع الاقتصادي ووضع السوق بشكل تام. بس سؤال أسماء، يعني السوق العقارية في دبي كان فيها طفرة كبيرة وارتفاعات كبيرة بالأسعار، ومن ثم رأينا تصحيح بعد الأزمة، بعد ذلك عدنا لنرى ارتفاعات ولكن لم تكن مماثلة لارتفاعات من قبل الأزمة. الآن إذا عم نتحدث عن استقرار الأسعار، هل نتحدث أنه هل أصبحت الماركت يعني متشور، ما رح نشوف بقى الارتفاعات بالأسعار بخمسين وستين بالمئة بعد هذه المرحلة التي نمر بها حاليا، وهالمرحلة متى سوف تنتهي؟ يعني عامين عم نتحدث قبل الأكسبو؟ هلا طبعا دبي ما زالت مقارنة مع الدول العالمية الأخرى ما زالت يعني أصغر عمرا، خليني أقول من الدول مثلا إذا بنقارنها بمدن زي لندن أو نيويورك أو المدن العالمية الأخرى، فهي لسه في الجروث ستيج خليني أقول. فعشان هيك بالأول في السنين القابلة كنا بنشوف في تذبذبات هائلة بالأسعار، بس زي ما تفضلتي صار في نوعا ما من الاستقرار. ولا أظن يعني الأناليسز اللي احنا بنشوفه في سي بي ار اي ما بيظن انه في حيصير الارتفاعات الهائله اللي شهدتها السنوات القادمه، رح نشوف نوعا ما من الاستقرار. شكرا لك اسماء الدقاق، مدير اول لقسم الاستشارات في سي بي ار اي، شكرا جزيلا لك.